كل كل ايوه كل بيتك ومطرحك حبيبي عم الناس حبيبي والله. هو ايه يا لن يا دين، انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا لاقي مع حد خالص. وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتونه. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. ومش عارف اعمل ايه؟ ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. بتاكل يا دينا. شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهره؟ انا اعزم عليك انت كمان. ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد. اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay? To come with me to Sharm el Sheikh and after that come with me to Cairo. Okay? Let me ask أم صباح because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. إنجليزي وأنت بتعرفي إنجليزي؟ الحق يا أخويا. طيب شوفي بقى. سيبيني يومين يومين ها وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office 2 days after. Okay, I'm gonna call the office after 2 days. Goodbye. ايه يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني هبقى احكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيتك على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيكو سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوه قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي 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 وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجة انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام ومديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح اتفضل. يعني ايه انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هات لها اللي انت عايزاه دلاليب اللبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر المرتبه اللي جوه دي هتموتني عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. امر يا باشا. الواد كهربا الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. يخرب بيته. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. امر كبير. الله يخليك شيك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح. غيرها كلها ها؟ كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي. اصحى لينا احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات. منور نجم الليالي. وادي يا كهربا. ناديه ما اتصلتش ولا جات يا وادي يا كهربا. ما احنا قلنا بقى يا باشا ناديه بخ. ناديه بخ؟ يخرب بيتك انت مالك يا واد اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا. لا كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصومت بقالها كام يوم فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى وهي ليلى. يا سوزي يا ليلى.
مدي حته وهز يا بت، هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير. ايه رايك يا واد، سوزي ولا ليلى؟ ده بنات سكه يا باشا وكهربا بياع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي في حته جديده شمعايا، شمعايا ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطه ترجع تبقى ايه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حته. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في اي حته، لكن معايا انا ما يهز الشعر مني. هو احنا ورانا غير الهز يا باشا؟ الهز يا باشا. ماشي يا خفيف. يلا حاجة. يلا اتكل على الله، شوف اكل عيش وامن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس عيوني يا باي. واد يا صابر. امر يا كبير. مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بنتي غنوه، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ أنا معايا فلوس؟ ده أنا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شوية. آه طبعًا. معقولة؟ عايز إيه؟ مش فاهمة. ريكلام يعني؟ واحدة من اللي بيقعدوا في الصالة دول؟ المولانا يا غنوة. هنا أهو، تعالي خديه. آه أمال إيه؟ آه عايز واحدة للصالة؟ متنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. اه طبعا عندي واحده جامده جامد، بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. ازيك يا راشد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس. طب عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ يا ستي السودا عملت ايه؟ الموضوع سلية. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه؟ خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلة مرعى. بتجيبي القهوة دي؟ تسلم يا رب، ربنا يخليك. تسلم بالهنا والشفا، ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه والله يا جماعة. بص عليك هتقول ايه؟ ده انتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب ان شاء الله العمر كله. احب اقول لكم ايه؟ امسك كده، انا هدخل اعمل لكم لقمة حلوة كده على مزاجي زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوة. فتون. ايوه. البت دي بتلون، شوية تهبش فيا، شوية تخش تعمل لنا أكل، إيه الحكاية؟ واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتأمر؟ انت شحاتة، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحة الاكل اللي ما تعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ خير. أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر؟ ده اللي فكروا بيا ده. المر حبيبي ونص عليك وسايب لك رسالة معاك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكاية كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. هذا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا، لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير أكل لحد دلوقتي. لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. امال ايه؟ كلمة كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانتي والحاج. لا معلش اتعشوا انتوا،
أنا لسه هصلي العشاء ومتوضية الحمد لله. أصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي، أنت ظهرك للشباك، القبلة كده على طول. أه، والسجادة عندك على إيد الكرسي. قبل الله بإذن الله. بإذنكم. اتفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. أيوة عشان تصلي براحتك. أيوة. ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي.